احمد ابو النصر نصاب الكركمين. احمد ابو النصر قرفنا من الاعلانات اللي شغاله في التلفزيون 24 ساعه، والكركمين الكركمين، والراجل اللي مسك عصا موسى. لو رجعت للحلقات بتاعتي من حوالي شهرين او ثلاثه، هو تم القبض عليه اليوم من حوالي ساعه تقريبا، تم القاء القبض على احمد ابو النصر نصاب الكركمين طبعا. ومطربه كبيره زي فاطمه عيد طالعه تغني للكركمين طبعا غصب عنها، لانه مفيش شغل ليها من فتره كبيره، فهتوافق باي بخس يديهولها واحد زي النصاب الحرامي المدعو احمد ابو النصر. بيتاجر بمرض الناس، والغريب انه في على صفحته الرسميه البيج اللي عامله، عامل صفحات كتيره كمان، وبيدخل باسماء حريم. يعني لما كنا ذيعنا موضوع عنه قبل كده او نشرنا موضوع عنه قبل كده، الغريب انه كان بيرد من اكونتات باسماء سيدات، ازاي ده انا معرفوش. وطبعا في كلامه العلم البحت، وهو طبعا ماسك القلم واقف والصبور الصبوره ورا منه بيكتب عليها، والطن الالف كيلو كركم بيطلع منها 10 كيلو كركمين او تقريبا كيلو كركمين، عاوز يبرر نصبه على الناس. ده بتاع عسل المانوكا، عسل المانوكا 250 جرام ب 1300 جنيه، ومفيد لمرض مش عارف ايه وايه، وبيعالج وبيصحي. وجايبين سيدات واضح عليهم ان هم يعني جايبينهم من قدام مدينة الانتاج الاعلامي او من اي مكان، مقابل 100 جنيه او 200 جنيه الواحده، وتدعي لاحمد ابو النصر اللي شفاني واللي عملني واللي كنت بموت ورجعني تاني للحياه. تجاره رخيصه بمرض الناس، بتوهم الناس انك قادر على ان تقدم منتج فيه الشفاء بالنسبه للناس، عشان تجني اموال كبيره جدا جدا جدا. وصلت في عصر المانوكا ال 1300 جنيه، وصلت في الكركمين ومستحضراته، يعني الكركمين اللي انت قطر الناس بيه، الناس كرهت في التلفزيون بسببه. كل 1000 كيلو كركمين بيطلع منه كيلو تقريبا، كل 1000 كيلو كركم بيطلع منه كيلو 10 كيلو كركمين. ايه الكلام الفاضي والعبيط ده والاهبل واللي بتضحك بيه على الناس؟ طبعا جنى ملايين الجنيهات على مدار السنوات الماضية. والغريب كمان انه عامل عيادات ومراكز في محافظات مختلفة. يعني احمد ابو النصر اللي لحد الان ما ظهرت له الشهادة، كل اللي هو كاتبه على صفحته حاصل على العلاج في بالاعشاب الهندية من الهند، حاصل على العلاج بالأوبر الصينية من الصين، حاصل على العلاج بالشاي الأخضر من روسيا، على العلاج بال يعني بال بال يعني كل حاجة من دولة معينة. يعني ده اللي عمل زي اللي قالك ايه، بلح الشام وانا باليمن زي ما بيقولوا. يعني احمد ابو النصر البيه بتاع كله، دكتور احمد ابو النصر عامل مراكز ومودريتور بترد على الناس، وحضرتك يا فندم والمركز بتاع اسوان، والدكتور بيكشف على الناس بالفيديو كونفرنس، بيكشف على الناس من مكانه سواء كان في القاهرة أو أي مكان، وبيشخص كمان، ومعاه أطباء تاني بيساعدوه. أنت مش حاصل على حاجة يا ابني والله، فين المؤهلات بتاعتك؟ لا صيدلي تقريبا واخد كورس كده، حاجة اسمها الأعشاب، العلاج بالأعشاب النباتية، ده كورس أي واحد ياخده، يعني لو البازا فندي عايش كان ممكن ياخده. إيه الهبل وإيه العبط والتجارة الرخيصة بالناس؟ بمرض الناس، انت بتتاجر بمرض الناس. قنوات تلفزيونيه 24 ساعه احمد ابو النصر والكركمين والكركمين، وفاطمه عيد تغني للكركمين، هو في الاول وفي الاخر نصب واستغلال وتجاره رخيصه بمرض الناس. ده احمد ابو النصر بتاع الكركمين، تم القبض عليه من حوالي ساعه، وان شاء الله يتحاسب عن كل الجرائم اللي ارتكبها. تربح، ده ملف أخطر من تجارة المخدرات، وأخطر من تجارة الآثار. أنت بتستنزف الناس التعبانة المريضة اللي بإعلاناتك وبالشغل اللي أنت عامله وبالإعلانات الممولة بتاعتك، بتوجد ليهم منافذ وهمية عشان تاخد اللي في جيوبهم. أنت عارف اللي بتاخد منك عسل ب 1200 جنيه 250 جرام، ده جايب فلوسه منين؟ كله أمل إن فيه الشفاء على حسب نصبك وكلامك.
انت عارف اللي انك عبوة كركمين بمبلغ وقدره مش اقل من 800 ألف جنيه في كلام فاضي، وانت واهمه انه هيعالج مرض معين عنده ايا كان المرض ده. فكل حاجة عندك ليها علاج بصراحة، يعني كل حاجة عند احمد ابو النصر ليها علاج، السرطان ليها علاج، عملية جراحية لا خد الكركمين وما تعملهاش وهتصحى، وتحدي، وناس كتيرة ضحايا كتيرة اشتكت منك ومن نصبك ومن استغلالك ومن تجارتك بمرض الناس. انت زي الدجال، انت دجال بتتاجر بمرض الناس، شهادات وهمية، حصل على الدكتوراه مش عارف في الاعشاب النباتية منين ومنين ومنين وكلام كتير، وفي الاخر طلع احمد ابو النصر نصاب وتم القبض عليه. ده كان الموضوع التاني بتاعنا، اتكلمنا الموضوع الاول عن